تيلي حب السلطة يا بت. كبير، كويس جدا انك هنا. انا بقى عايز اسألك سؤالين في السريع. انت البعيد ما عندوش دم، قاعد باكل وقاعد قاعدة حميمية مع حمرتي. احد يا كبير، من هقعد اكل معاكم برضه بتكلم فاس حاجة يعني. ما بعرفش اكل واتكلم في وقت واحد. طب بص، هما سؤالين بس عشان خاطري، سؤالين وخلاص. اتنين اسأل. ها اوكي يا كبير، انت عندك كام عامل شغال في الارض؟ انت جاي تنق عليا يا دنتي؟ لا يا كبير، انا بعمل بحث عن علاقه راس مال بين الفرد والمؤسسه، والعلاقه دي لخص 100 عامل. ها هايل جدا. طب وبتدي كل واحد فيهم بقى كام في الشهر؟ وايه دخل دي براس المال والهيصه اللي بتحكي فيها دي؟ الله، ازاي يدخلهم؟ احنا لو عرفنا متوسط دخل الفرد هنقدر نعرف متوسط دخل العمال. كفايه لت وعدن، الوكل هيبرد. 25.2 في الشهر و7.2 ونص يوماتي. حلو قوي. طب واليوم نسبه في الربح السنوي قد ايه بقى؟ ليه فتح سبيل اياك. يعني دخلهم السنوي بيبقى مرتب بس. بس تفتكر الناس كده يبقوا مبسوطين يا كبير؟ وهيحبوا يديهم معدوله ومقلوبه وش وظهر يعني. طب يا كبير، ما بتفكرش انك مثلا طارق علام؟ طارق علام اتفضل. ايوه يا كبير، بس انت فين؟ عرفك ده اتفضل. اوكي بونا بتي. الواد ده خوفني، ما عندوش احساس، ممكن يطلع لي في الحمام. هو بيسألك الأسئلة الكتير دي ليه يا كبير؟ تلقيه بيحكحك كده، عاوز يشتغل معاي. شغل ايه؟ هو احنا تلامذه؟ الموضوع ده فيه إنه كير. انت مش واخد بالك يا كبير، ده عمال يسألك الناس عاملة ايه؟ مبسوطة ولا لا؟ بتاخد كام؟ فيه ايه يعني؟ فيه ايه كيف؟ ده بالظبط زي اللي حصل في المسلسل بتاع جمعة الشوان. تاني هتقول لي جمعة الشوان؟ اسمع بس يا كبير، فاكر لما الاستاذ مصطفى فهمي كان بيقول للاستاذ عادل امام يا جمعه عايزين نعرف الناس في مصر عاملين ايه، بيطبخوا ايه، بياكلوا ايه، ليه عاد؟ عشان يعرف الحاله اللي البلد فيها يقوم يخطط ويتجسس صح. يا ولي انت، المسلسلات واكله دماغك، والمفتش كرومبو والحاجات دي. ليه يا كبير؟ ده عيل امريكاني ولايف على اخوك وجاي حاطط لنا هنيه في الدوار، ولا نعرف له لا اصل ولا فصل، وعمال يسال في اسئله غريبه كده. اقطع ذراعي ان الواد ده وراه حاجه غلط. يعني انت عايزه تقولي ان الواد طومس ده جاسوس ويضحك علينا طول الفتره دي؟ ايوه. طب ما الاستاذ محمود عبد العزيز بذات نفسه في رأفت الهجان قاعد في اسرائيل يا جميت حلقه، ومحدش كان عارف انه جاسوس مصري، حتى كانوا بيحبوه اكتر من اهل البلد كمان. وجهة نظر برضك يا بنت. سي توماس. ايوه يا هدرس. 30 صورة بالتمام والكمال زي ما طلبت. برافو عليك يا هدرس. بقول لك ايه؟ عدي عليا بالليل عشان تاخد الميموري كارد عشان تطبع بقية الصور. ما تنساش تجيب لي الرجالة اللي قلت لك عليهم. ايوه الرجالة. اقول لهم انت عايزهم ليه بالظبط؟ اقول لهم ان انا عايز اسألهم شوية أسئلة بسيطة. من عينيا يا سي توماس. شفت؟ مش قلتلك يا كبير؟ توماس.
ما تيجي اغلبك ماتش. لا معلش سيبني شويه. ايه؟ سيبني شويه مش فضيله. انا نفسي افهم الهري اللي انت عملت هري ده والحرت اللي عملت حرته ده ليه؟ الهري ده كله عشان في الاخر اخد شهاده السي اف اي. يا فرحه امك بيك، يا فرحه امك بيك وانت داخل عليها بالسي اف اي. يعني ايه سي اف اي؟ هتعمل بيها ايه دي؟ علشان انت ثقافتك محدوده مش هتفهم ابدا ان السي اف اي دي لو اتحطت في السي في بتاعي هتفرق معايا جدا في الشغل، يعني بوزيشن جامد، مرتب اعلى. طيب عشان اوفر عليك وقتك وعمرك اللي بيروح حاضر ده، انا مش في نيتي خالص اني ارقيك، زائد انه فرشور مش هزودك ولا مليم، ده اذا ما كنتش هنقصك. ليه بقى؟ لان انا الوحيد اللي فاقسك، صاحبك من زمان، عارف امكانياتك وسقفك فين واخرك ايه. بص بقى، تاخد نسكافيه، تاخد سي اف اي، مش هديك حاجه. جوني، السي اف اي دي مش عشانك انت، السي اف اي دي عشان ممكن اشتغل بيها في اي حته في العالم. لا ريلي يا فرحه امك بيك. طب ما تنساش بقى يا توماس شغلتك الحقيقيه يا حبيبي. عاوزك النهارده بالليل قبل ما تنام ترتب كل الدي في ديز بتاعتي، الرعب لوحده، الاكشن لوحده، المسلسلات التركي لوحدها. قبل ما تنام يا توماس يا اما اخصم منك اسبوع. كل عيش يا حبيبي. معايا سي اف اي، ربنا هيكرمني يبقى معايا سي اف اي وابقى مميز. انا توماس. إن هيبقى مرار طافح. شفت يا كبير؟ فيه ايه؟ شفت التصوير اللي مصورها توماس؟ جبتيهم منين دول؟ لقيته ناسيهم على الترابيزه تحت، خدتهم وشفتهم. لقيته مصور كل حته في البلد، اراضي، جوامع، بيوت. الخ الخ الخ. كانه معاكي حق يا بت. الواد توماس ده يطلع جاسوس ولا ايه؟ مش قلت لك يا كبير؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ نروح نبلغ عليه. نبلغ عليه مين؟ المخابرات المصرية. تتجنيتي يا بت؟ ما تخافش يا كبير، انت تروح تقول لهم على كل حاجة وهم هيتصرفوا بمعرفتهم. طب قدري توماس طلع ما جاسوسش ولا حاجة، وكل الكلام ده خرافات. نبقى احنا بلغنا وعملنا اللي علينا. معرفش يا دي، أنا قلبي ما مطمنش الموضوع البليغ ده. يعني هنعرف انه جاسوس ونسبوه كده؟ ايه يا كبير؟ انت مش وطني ولا ايه؟ لا وطني، بس بصراحه كده انا خايف اخوي جوني يكون متورط مع توماس ده. اقول لك عندي فكره، ايه رايك اساله الاول؟ اقول له جوني خد تعال هنا، انت متورط مع توماس ولا ايه؟ ايه رايك؟ غلط يا كبير، كده كانك بتحذرهم انك تعرف كل حاجه، وساعتها هيخفوا كل الادله وهيهربوا بعمايلهم. انت تروح تبلغ وبعدين نبقى نشوف موضوع اخوك جوني ده. يا دي، جوني لو طلع ملطوط مع توماس الموضوع مش هيبقى هين، دي لا جنحة ولا جناية، دي خيانة عظمى، يعني حبل المشنق عدل. وانا اللي حبقى وزيت على اخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اقعد. ازيك يا كبير؟ باه، تعرفني؟ طبعا، خير يا سيدي. يعني سؤال الاول بس، يعني قبل ما ادخل في الموضوع، اسم حضرتك لفت نظري. هو حضرتك تقرب للاستاذ؟ ايوه، انا اسمي محسن ممتاز، ابن اللواء محسن ممتاز. بتعرفة الهجان صح؟ تمام. ابن اصول والله، انا معجب بابوك جدا جدا جدا، ده ياما طلع من تحت يده جواسيس ومخبرين وعملاء. هو ليه ما بيعملش مسرح؟ ومقل شوية في أعماله. المهم، أنت كنت جاي تبلغ عن إيه بالظبط؟ يعني الحقيقة يعني ما كنتش متوقع إنها قابل حضرتك، يعني هو يعني كان بلاغ صغير. شوف يا كبير، القضية الكبيرة بتيجي دايماً من بلاغ صغير. ياه، أنا قشعرت. يعني فعلاً هذا الشبل من ذاك الأسد. ها، تشرب إيه بقى يا كبير؟ لا الواجب وصل وخلاص. لا لازم تشرب حاجة، أنا عن نفسي هاخد شاي.
اجيب لك شاي معايا. اذا كان يعني لازما ولا بد شاي. اتنين شاي يا محمد. ها كنت جاي تبلغ عن ايه بالظبط؟ اهدى، هنتكلم هنا مش هنطلع على جهاز كشف الكذب الاول. لا لا كذب ايه يا راجل، انت هتكذب من اولها ولا ايه؟ والله العظيم ثلاثه ما في حاجه كلها كذب. وانت لسه قلت حاجه؟ معلش، الرهبة بتاعت المكان بتاعت حضرتك يعني. لا لا انا عايزك تهدى وتاخد راحتك على الاخر، كانك في الدوار بتاعكو بالظبط وبتكلم واحد صاحبك. لا العفو يا باشا، العفو. لا خد راحتك. ها كنت جاي تبلغ عن ايه بالظبط؟ جاسوس، جاسوس عندي في الدوار. أنا عايزك تهدأ وتركز وتحكي لي الموضوع ده بالتفصيل الممل ومن أوله. شوف يا محسن بيه، من يجي كم شهر كده طلع لي أخ أمريكاني وجه قاعد معي في الدوار. جوني مش كده؟ أنا ما مستعجبش، مخابرات عاد. المهم جوني ده ما جاش لحاله، جه ومعاه تنين. أشلي وتوماس. لا انا اقوم اروح، انت عارفين كل حاجه. ها لا لا كمل، احب اسمع منك. انا شاكك ان توماس ده جاسوس. وايه اللي حسسك ان توماس ده جاسوس؟ عمال يصور كل حته في البلد ويسال الناس اسئله غريبه. غريبه ازاي؟ وضح اكتر. يعني عمال نسالهم يعني بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، فرحانين ولا ما فرحانينش. وبعدين كمل. في الاول انا افتكرت طبع فيه، يعني عادي انسان فضولي، لحد ما جماعتنا قالت لي لا ده نفس السيناريو اللي حصل مع جمعة الشوان ومع الرئيس زكريا. طبعا حضرتك عارفهم يعني، هم والوالد يعني زملاء. انت شكلك متابع. بقول لك بيك فان. المهم في حاجة تانية عايز تقولها؟ بصراحة كده انا خايف ليكون الواد توماس جار الرجل جوني معاه. هو جوني ده صحيح يعني واد السفزازي ولسانه معوج، بس قلب ابيض، وفي النهاية اخوي برضك. لما انت خايف على اخوك جاي تبلغ ليه؟ عشان مصر. مصر يا محسن بيه، مصر اللي أغلى من عيلتي كلاتها. لو كل الناس زيك كده يا كبير كانت اتغيرت حاجات كتير في البلد. مصر محتاجة الوطنيين اللي زيك يا كبير. عايزك تهدى وتتمالك أعصابك. اقعد شوف بقى، أنا عايزك تحط عينك على توماس ده وما تشيلهاش لحظة واحدة. ولو حسيت بأي حاجة، أي حاجة مهما كانت صغيرة، تبلغني فورا. انت هتكون الراجل بتاعنا في الدوار، واحنا من جانبنا هنعمل تحرياتنا. هبعتلك اتنين رجالة من رجالتنا هتتعرف عليهم عن طريق كلمة سر. ويا ترى هي ايه كلمة السر دي؟ اروح ادور تقوم ردد عليهم وقايل لهم على نفسي. تمام، هو ده. بعد ما تتعرف عليهم تدخلهم الدوار وتسهلهم مأموريتهم، وهنكون دايما معاك على اتصال. مش هوصيك يا كبير، لو حد شم خبر عن الموضوع دوت العملية كلها تتعرض للفشل. ما تخافش يا محسن بيه، اطمن. ده الكارت بتاعي، يبقى اتصل بيا في أي وقت. شرفت يا كبير. شرف لي يا محسن بيه. السلام عليكم. صح، يعني في سؤال بس ما تزعلش مني. يعني اول ما قعدت مع حضرتك يعني طلبت لنا تنين شاي وانا رفضت، وقعدت تتصر وانا جاي من سفر وراكب قطر وعرقان وعندي هبوط. خلاص مش عايز حاجه. لو عايز تقعد تشرب الشاي اقعد. لا خلاص، يعني انا اعدي اخذ اي حاجه من انذران وانا ماشي. السلام عليكم. حاجه اخيره يعني حضرتك وانت مروح بالليل البيت لما تقابل محسن بيه الحقيقي ابوك يعني سلم لي عليه وقول له الكبير بيحبك قوي قوي وعايز اي صوره كارت عامل فيها كده. عينيا
المرة الجاية هجيب لك كارت وعليه إمضاء من إمضاءاته. هو عنده إمضاءات كتير؟ أيوة. حويط، السلام عليكم. تشرفت يا كبير. يا هلال الله اللي هنا يا أخوانا. نعم، احنا عمال التكييف وجايين عشان الصيانة الدورية. ربنا يسهل لك، الفريون 10 على 10، ما عايزينش. مش انت الكبير؟ ايوة. اروح ادور على نفسي. يا مرحب يا مرحب، نورت يا بشواح. شوات ايه ونيلت ايه؟ اتصرف بطبيعية، احنا عمال تكييف عاديين، اتصرف بطبيعية. يلا ادي تهويات قدامي يا مريح ده. شغال. يلا. بنتي هدية، الجماعة وصلوا يا بنت. يا مرحب يا مرحب بالبشوات. بس ايه يا ابويا السياح ده؟ من فرحتنا بيكم يا بيه. مش محسن بيه قال لك ان الموضوع ده سر بينك وبينه بس؟ ازاي تقول لمراتك؟ ما هو قال لك وقال للراجل ده. ما هو طبعا لازم يقول لنا، مش شغالين معاه. تفضح روحك، تصرف بطبيعية. خلاص يا بنت خلاص، دول عمال التكييف يعني تاني يصلحوا التكييف وبيصرفوا بطبيعية. هو فين؟ الجاسوس هناك في الاوضه هناك. طب حد يخرجه بسرعه عشان نعرف نشوف شغلنا. يا توماس يا توماس. ايوه يا كبير. كنت اقول لك عايزك في موضوع مهم. لا معلش يا كبير، انا عندي شغل في الاوضه، هخلصه وانزل لك على طول. يا خد ياد، بقول لك ياد موضوع مهم ياد. حيا وموت. اوكي، خد بالك بيقول لك شغل شغل جواسيس. شوفوا، عاوزكم تكشفوا على كل الاوض، شوفوا التكييفات وتصلحوها. تبداوا بالاوضه دي اوضه توماس. لا يا كبير، انا التكييف عندي تمام. معلش، خلي الناس تشوف شغلها، ولا انت خايف يلقوا حاجه كده ولا كده؟ انا بقول لك مفيش حاجه، وبعدين انا اوضتي بصراحه بايظه ومتبعتره، وكل اوراقي المهمه ومستنداتي مرميه على الارض، وانا بصراحه مش عايز تبوظ اكتر ما هي بايظه. وبعدين انا لو التكييف بايظ انا هصلحه على حسابي. وعلى ايه التكاليف؟ على ايه؟ ما الناس ها يا كبير، انا مش عايز حد يخش اوضتي. لا هيخشوا، ولا انت خايف يمسكوا عليك حاجه؟ خلاص يا كبير خلاص، سيبه براحته. اذا انت شايفك ده ماشي، شوف هتعدي على كل الاوض الا الاوضه دي، دي بتاعه توماس. ها دي اللي فيها هتلاقي حتى بالاماره اكرتها معترسه شوي. تمام، احنا هنشوف اللي بنفحصها دي وهنظبطها. حاضر، شكرينا كبير. ربنا معاكم. ايه يا كبير، ايه الموضوع اللي كنت عايزني فيه؟ انا كنت عايزك في موضوع. مش انت منزلني من فوق عشان عايزني في موضوع؟ موضوع الحيوي الموت. ايوه موضوع حيوي. تعال تعال تعال، اقعد اقعد. لا لا لا، اقوم من هناك. امك شوفه دي، اقعد. شوفه ايه؟ غريب جدا. في ايه؟ هي الأوضة اللي في الوش دي. شكرين يا ستي. العفو. ايه تاني؟ خلوا بالكم، اللي يكون داسس حاجة هنا ولا هناك ولا هناك، ده جاسوس خطر. أنا مش عارف أقول لك إيه على المعلومة. ما تروشيناش يا ستي. ربنا معاكم ويحميكم لشبابكم ويخليكم لمصر. الله المستجاب يا أمه. ممكن نشوف شغلنا؟ تفضل. يا ريتني كنت معاهم. ها طمني، عامل إيه في أبحاثك المريبة دي والمستندات والحاجات اللي بتعملها فوق دي؟ والله كبير شغال فيها بس جت تعبان قوي. الله يقويك. طب ايه الاسئله اللي كنت عايز تسالها لي؟ ولا انت ما حبكش تسالني الا لما اكون في الحمام او باكل؟ لا ما خلاص، كل المعلومات اللي انا عايزها عرفتها. عرفت كيف؟ سالت الناس من اللي شغالين عندك وشويه ملاك من اللي حواليك. موبايلي فين؟ موبايلي فوق، انا هطلع اجيبه واجي لك على طول. اخشى عياد، اقعد، ما نكسرش خبطه الدماغ، كل رناتك طويله ومايصه، اقعد. كبير انا مستني مكالمه من بره. من اسرائيل؟ ها ايه؟ من اصحابك يعني من بره. لا انا مستني مكالمه مهمه من ناس مهمين. اهم مني اياك. لا اسمعني زين،
انا عملت ايه عاد؟ جبت التنين قدامي، قلت للاولاني انت حركت له الزرع هو سمم لك البهايم، يبقى خلاص خلصين. قال لا، لازم ناخذ بالتار، اقتل له بهايمي، روح اقصد روح. قلت له هذا وزرع ده ايه؟ ما هو روح يا لوح. قال لي لا، ما يتحركسي. شوف 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 العقلية. على فكرة ناس كثيرة بتتلخبط في الموضوع ده، يعني مثلا الطبق ده جماد ما فيهوش روح. الجزمة اسم الله على مقامها ما فيهاش روح؟ المكوة مش روح. كنزات الحاجة الساقعة مش روح. طربيست البلياردو مش روح. القصب مش روح. وقعت في الفخ، وقعت في الفخ. القصب دي ايه؟ ما هو نبات. انت مش مركز معاي، اقول لك من الاول. لا لا خلاص يا كبير، انت مثبتني جنبك بقالك اكتر من تلت ساعه بتتكلم كلام مش فاهم منه كلمه. يا اما تستنى هذا اكمل الحكايه، العبره في النهايه. لا حكايه ايه؟ طب اقول لك، انا هطلع الحمام واجي لك على طول. استنى يا عادي، انت رايح فين؟ عيني صغيره ما عرفتش امسك روحك. اقعد، الموضوع مهم. اقعد يد يد. خلاص بقى يا كبير، مش قادر، بطني بتوجعني. تعال يا اقول لك ولا يا خدت. اقول لك يا هو انا هاكلك. اسمعوا بقى، تعال ولا ولا ولا. طب المبدا فيه روح ولا ما فيهوش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيه احنا خلاص خلصنا والتكييفات كلها تمام. مسكت عليه حاجه دليل؟ المكتب عندنا هيكلمك ويبلغك بالحساب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلموا لي على الباشا، على مدير الشركه. مدير الشركه ادخل. تقرير بتاع توماس وصل يا فندم. الو. ايوه يا كبير. احسن بيه، طمني، مسكت الادله؟ الناس ما لقتش حاجه في اوضه توماس ولا على الكمبيوتر بتاعه، والتحريات اللي عندنا بتقول ان نضيف نظافه الصيني بعد غسيله. ايه يعني ايه الكلام ده يا كبير؟ زي ما بقول لك كده، فتشوا اوضته وما لقيوش فيها اي حاجه. يعني توماس ما طلعش جاسوس؟ هو محسن بيه سابها لي عايمه، يعني قال لي احتمال يكون جاسوس بس واخذ احتياطاته، هم يكملوا تحرياتهم. وقال لي كبير خلي عينك عليه، ولو شفت اي حركه كده ولا كده كلمني طوالي. اوه شفت، طلع جاسوس. مالك يا ولي عم تحرك وتفرك عشان تطلع اي جاسوس وخلاص؟ شندلتي بالي الله يشندلك. محمل عليك مخدره. اقطع ذراعي ان الموضوع ده فيه اني. سي توماس يا سي توماس، لا 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 يا سي توماس. ايه يا انت والفوازير الرخيصه اللي عم تعملها دي؟ صباح الخير يا كبير. صباح الزفت. اللي هو فين سي توماس؟ عاوز ليه؟ اصل داله دواب مهم ضدي، وانا جاي اجيبهوله. فيه الدواب ده؟ ما خبرش والله يا كبير، اصل هو يوماتي موصيني اعدي على مكتب البوسطه، واول ما ادي الدواب ده اجيبهوله. دل هات الدواب ده. ايوه بس سي توماس موصيني اديله الدواب ده بنفسي. اكيد ما سمعتش صح. اكيد. ثانيه واحده، قولك ده تاني. اقول ايه؟ انا ما قلتش حاجه. قلت ايه يا؟ والله ما قلت حاجه. لا قلت. والخاتمه الشريفه ما قلت حاجه. قلت يا؟ والله ما قلت حاجه. قلت والله يعني. ما قلت حاجه. يدوم عزك يا ابني وتعيش وتجيب. انا مش قلت لي خليك واقف ومطرحك؟ جمعه كنت فين؟ شغلتني عليك. قلت يا دي ايه؟ قفشت الواد هدرس جايب الجواب ده لتوماس، وقال لي انه كان موصيه انه اول ما يجي الجواب ده يجي له طوالي. شفت يا كبير، مش قلت لك؟ قلت لي ايه؟ واحنا اتنين فتحناه ولا شفنا فيه ايه؟ بدام مسروع عليه كده يبقى الجواب ده مهم قوي، اكيد جايله من البيت الكبير. البيت الكبير؟ ايوه، القياده العليا. تقول لي عليا وسفلى وتعمل لي فيها تيسير فهمي. طب هات الجواب بس الاول نفتحه من غير ما يعرف ونشوف فيه ايه. وحتفتحيه كيف من غير ما يعرف؟ عيب عليك يا كبير. يا بنت اللعيبة.
يا دي الخيبه، الجواب كلها مكتوب بالانجليزي مش حنفهمه منه ولا كلمه. وانت فكرك يعني ان اللي مكتوب ده هو الجواب الحقيقي؟ ده يبقى شغلة لمزه، اكيد الكلام اللي جايله مش حنشوفه عادي كده. امال هنشوفه كيف يا كرومبو؟ عن طريق نظارات الثري دي؟ ده اكيد مكتوب بالحبر السري. بوه، وده هنقروه كيف؟ بسيطة، هات شيل البراد. شيل البراد، ايه ايه تيرا تعمل ايه؟ انا بس حشمم الجواب النار قوم الحبر السري يظهر على طول. يا كبير ما هتعرف. لا انت فتحت الجواب، انا اللي حشممه النار. ها صح، فكرك لو شممت النار الكلام اللي هيظهر هيظهر بالعربي ولا بالانجليزي برضك؟ ما هتفرقش يا كبير، ما هو لو فيه كلام بان يبقى اكيد جاسوس. بقره بقره. بسم الله. خلي بالك ما فيش حاجه بتظهر، قرب شوي. خلي بالك يا كبير، ما تخافيش ما تخافيش، شميم النار دي حرفه، ده غير انه يتطلب سنس. ايه اللي عملته ده يا كبير؟ غصب عني انسان يعني. طب هنعمل ايه دلوق؟ اسمع يا ولية، كيف ما حركت الجواب صالحي غلطتك، فاضي انه شغل النسوان دي. ميكي بالعربي يا معلم مريبة موت، تصدق دونالد داك مسمينه بطوط؟ ايه ده؟ وضرب بوم وتراخ وطاخ. خلاص يا جوني لو مش عاجبك ما تقراهاش. لا لا انا يعني هبطل اقرا كلام، اتفرج على الصور هفهم الستوري. ايه الفرق ده كله؟ ما تطلع تشتغل فوق في الاوضه. لا مش هينفع، السيجنال فوق وحشه جدا، هنا احسن بكتير. يا توماس. ايوه دي فيه جواب جالك كده وانا حطيته لك في الترابيزه اللي وراك دي. ايه ده بجد؟ ده من السي اف اي يا معلم. بجد؟ السي اي اي؟ ايه ده؟ هو الجواب محروق كده ليه؟ اكيد من الحر يا معلم. ايه ده يعني يتحرق الجواب من النص ومحطوط في ظرف، الظرف ما يتحرقش. سو وات؟ فين المعجزه في الموضوع؟ جواب اتحرق كله جوه ظرف ما حصلوش حاجه، فين المعجزه؟ فين الغريب في الموضوع؟ مش فاهمك. طب خلاص اوكي، انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقرا الظروف يا معلم واكيد هتفهم حاجه يعني، ما تقفرش. اوه ده الدكتور بتاعي عايزنا ابعت له المعلومات والصور اللي انا جمعتها عشان احطها في الفايل بتاعي وبسرعه جدا. وبسرعه ليه؟ ده انت استحاله تقدر تجمع المطلوب منك. انا هضغط على نفسي اليومين دول. واضح ان احنا دخلنا في مرحله الجد. يا كبير يا كبير. ايه؟ شكي طلع في محله، توماس بيشتغل مع المخابرات الامريكاني. مخابرات الامريكاني؟ عرفت منين؟ سمعت بوداني وهو بيقول ان الجواب ده جاله من السي اي اي، والسي اي اي دي ترجمتها المخابرات الامريكاني. انت متاكده يا بنت ان هي دي الترجمه الحرفيه؟ الا متاكده يا كبير، ده كل الممثلين الامريكان بتوع الاكشن شغالين فيه. يا وقع عم ربربة. وفي حاجه كمان يا كبير. ايه؟ اخوك جوني بيشتغل مع توماس. كيف يعني؟ توماس كان بيقول له لازم نبعت الصور والمعلومات، فجوني قال له مش هنلحق وان الموضوع دخل في الجد. لا 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 يا هدية، لا يمكن جوني ولد امي وابوي يخون بلدي واصل، اكيد في نوع من انواع المسكومينيكيشن. اهدى يا كبير، اكيد المغريات كانت اقوى منه. مغريات هي؟ وايه اللي كان ناقصه؟ فلوسه معاه، صحه وعنده. بالاكبر ولسه جايب الليتست، اخر برد لسه جايبه. ناقصك ايه تاني يا جوني عشان تخون بلدك؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي يا كبير، احنا لازم نبلغه محسن بيه. هتعمل ايه يا كبير؟ اكلم محسن بيه. لا ما تكلمهوش من هنا، لا يكونوا زارعين ميكروفونات ولا حاجه. كلمه من تحت يا كبير. بقول لك ايه يا كبير، وانت نازل تكلم الدليفري بقول له يجيب لنا ميلك تشيك. ايوه يا كبير. ايوه محسن بيه، الواد طلع بيكلم السي اي اي. السي اي اي؟
دول عاوزين يجيب لهم كل التصاوير والمعلومات في اسرع وقت. انت متاكد يا كبير من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اللي متاكد بقول ايه؟ انا بقول ادخل عليه انا وثلاث اربع رجاله صحتهم مليحه ننتعوه الالقى تمام وانفخولك وعلقهولك وانت تاجي تاخده على الجاهز يخرر لك بكل حاجه. تنفخ مين وتعلق مين يا مجنون انت؟ انا قلت يعني ارد جزء من جميل مصر عليه واحط البصمه بتاعتي. لا ما تتصرفش من دماغك، احنا لسه بنعمل تحرياتنا وبعدين رجالتنا كلها حواليك. ما تقلقش يا كبير احنا في ظهرك. طيب سؤال، يعني هي كلمه السر لساتها زي ما هي ولا تغيرت؟ ايوه لسه زي ما هي. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. سلام عليكم. سلام عليكم يا غالي يا ابن الغالي. سلام. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. فزاع. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. ايه النور ده؟ يسعد مساك يا كبير. يسعد مساك يا دي فزاع. يقطعني. يسعد مساك يا فزاع باشا. مشتي ما عاوزت جنابك مني يا حاجه. امرني يا كبير. الامر لله وحده. انت ما عرفتش قد ايه كبرت في نظري. ربنا يخليك. ابقى سلم لي على محسن بيه. محسن بيه مين؟ فزاع. اللعبه كلها معموله على يدي انا كبير. سركم كبير ما تخافش. شغليه ولا يلا 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 عشان ما يصيروش شكوك. روح كمل دور الغفير اللي عم تلعبه معايا بقالك سنين. والله اقنعتني. يلا يلا. طيب فزاع. ايه امر جنابك. نفسي اصلا ايه حسب. مصر امانه في رقبتك يا فزاع. عمار يا مصر. طيب روح ادور روح ادور اروح ادور على نفسي. طمني ايه الاخبار؟ مالك يا كبير؟ انت بتبكي؟ دموع الفرحة. طب فرحني معاك. فزاع. ماله؟ طلع ضابط في المخابرات المصرية. فزاع؟ زي ما بقول لك كده. وانا في الجنينة بكلم محسن بيه في التليفون. قال لي ما تخافش يا كبير. رجالتنا حواليك في كل حتة. وأول ما قفلت معاه المكالمة لقيت فزاع بيقول لي كلمة السر. بتتكلم جد يا كبير؟ وانا اللي كنت بهزك فيه واطخ كل كف والتاني بايدي اللي عايز اقطع هدي. قلت لك ايه؟ نقيب ولا رائد؟ ممكن ما يطلعش اسمه فزاع من اساسه، ممكن يبقى مدحت ولا رؤوف. ما انا قلت لك يا كبير الموضوع مش سهل وراه انه وها الحكومه عارفه كل حاجه ومرشقه رجالتها في كل حته في البلد. اسمع يا هدي، ما عاوزكيش تلتي وتعجني في الموضوع ده مع اي احد. تعاملي مع فزاع كانه غفير عادي عندنا. الموضوع المرة دي كبير، مالها أعصابي. طب ريح يا كبير ريح. أنا أروح أغير خلقاتي وأخذ شاور وأكوى على أيوة كنبة.
سيدك. توف توف. بتعمل ايه انت وهو عنديك؟ عرفتوه يا كبير؟ ابدا، احنا قاعدين بنتجسس شويه. مهملين المذاكره وقاعدين عم تتجسسوا؟ قوم يا انت وهو بدل ما ابلغ عنكم. ياهو، هو الواحد ما بيقدرش يتجسس شويه في البيت ده ولا ايه؟ يا بجاحتك. طب انا هدللك يا ري يا ابن الجاسوسه. يا جمعة، انت فين يا جمعة؟ فاطمة، انا تعال يا بنت. حتلك بطيلي خلقت يا بنت. انا عميت يا جمعة. انا من يوم عرفتك وانت عميت. بس خلاص، هعمل لك العملية وحتفتح يا بنت، ومصر هي اللي حتتكفل بكل التكاليف. لا، انت بتضحك علي كمني عمي. ايه جو الشحات الرخيص ده؟ ايه كمان يا عمي؟ اعمل لك العملية، بحسب بيه هو اللي قال لك ده. حتى بالأمارة كان معدك ديها على بتنادي وراجعك ديها على سكت بوردة. يعني صح الصح هعمل العملية واشوفك. هتتنيلي تشوفيني، هتتنيلي تشوفيني. بس لا قدر الله لو نظرك يعني رجع ضعيف شوي هعمل لك اللازك. ربنا يخليك لي يا جمعة. جمعة فاطمة ليزك جاسوس 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 جاسوس. يا انا ما جاسوسش، انا ما جمعاش، انا ما جمعاش. بتحب مصر قد ايه؟ قد ما انت بتحب اسرائيل. امال بتتعاون معانا ليه؟ عشان انت قلتوا لي ان ده فيه مصلحه لمصر. المنجايه فيها كام بذره؟ فيها بذرايه واحده وقدك ده هتير. انت تقصد الطماطم. اوكي سوري. الطماطمايه فيها كام بذره؟ هات لي حبايه وانا اعدهم لك، مش هتسلك معاي. اوكي. ايه قيمه الحيره؟ ان يحطوك في اوضه مدوره ويقول لك فك زنقتك في الركنه. وايه قيمه العجب؟ انك تلقى الركنه وتلقى حد تاني بيفك زنقته فيه. نمله، خرتيت، حمار محبوسين جوه اوضه، والمفتاح من بره يطلعوا ازاي؟ الخرتيت يكسر الباب. غلط. النمله تطلع من تحت عاب الباب تفتح لهم من بره. ما هديك الرأي الحمار. كبير مبروك علينا انت. من المخابرات المصرية إلى أعزائنا في المخابرات الإسرائيلية، نشكركم على حسن تعاونكم معنا طوال الخمس سنوات الماضية، وما نجلكوش في حاجة وحشة. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. أخونا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا كبير يا كبير، سنينك. أنا قمت من النوم عشان أشرب، نزلت تحت لقيت الواد توماس قاعد على الكمبيوتر بيرطب مع واحد خواجة بالإنجليزي. وقعتك مربربة. We are very proud of your work. Thanks, Doc. It would be nothing without your help. Don't say that. Are you done with your assignment? Not yet, but I finished all the photography we need. Remember, Tom, you have to finish and send me all the stuff by the end of this week. Sure, Doc. I won't sleep today without finishing the graph. Great. God bless you. I am sure you're going to get an A with your project. Whoa, 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 whoa. قفشتك. قفشتك يا خاين. عم تتجسس قدح عين عينك في الفسحاية. يا بجاحتك. في ايه كبير بس في ايه؟ Tom, what's happening? ومين بسلامته؟ الخواجة صروف ولا سوسوليفي؟ مين دول؟ ده الدكتور بتاعي. دكتور؟ لا مؤاخذة يا دكتور، لا مؤاخذة لو دخلت عليكم في وسط الكشف. وانت يا حبيبي بتعاني من ايه؟ الضغط عالي عنديك ولا جالك حمو النيل؟ توماس، ار يو اوكي؟ توم قول للراجل ده يخرس ويتسمر مكانه.
ولو اتحرك حركه هفض البندقه دي في صدرك. ايه يا كبير، هو الموضوع بجد ولا ايه؟ وانا من متى بهزر معاك؟ قول له. حاضر دكتور هارفرد، بليز دونت جو اواي، هيل كيل مي اف يو دو سو. Who's this man and what is this all about? I don't know. بيقول بتطرد تقول انت هو. انا قلت له يعني يقعد زي ما انت قلت لي بالظبط. بس كبير، هو انا عملت حاجه غلط؟ يعني ما اعرفش عملت ايه يا خاين. خاين ايه؟ والله ما عملت حاجه. خلاص بتهديه. ايه شوفي فزاع باشا فين، وهات التليفون عشان اكلم محسن بيه يمسكهم هم متلبسين. حاضر يا كبير. مين محسن ده؟ محسن باشا، محسن بيه، محسن ده سيدك. طب حاضر، ما تزعلش نفسك. مين سيدي محسن بيه ده؟ هتعرف، وحياتك عندي هتعرف. قوم يا فزع. كلمت الواد فزع بيت؟ فزع باشا؟ كلمت، موبايله مقفول، تلقاه في مأمورية ولا حاجة. ربنا يوفقه ويحميه. طب أنا مش عايز أعرف أنا عملت إيه، أنا عايز بق مية، هموت من العطس. حاضر يا أسير، هنكرمك ونشربك مية، وهو ده الفرق بيناتنا وبيناتكم يا ولاد العم. ها يا ولاد العم، إحنا مين وإنتوا مين يا كبير؟ توماس، it's way too much. I don't care what's happening with this crazy man. اقعد برطم يا خواجه، اقعد برطم، ما انت دقيقتين وحياتي ياخذك الانتربول. I have to go. I have a meeting now. No. Doc, please. عايز يمشي على فكره. قول له يستنى 10 hours، خمس دقائق يعني ولا حاجه. اوكي. Doc, please. 5 more minutes. Please. باعك ها؟ باعك السنتي. ما هي الخيانه في دمكم. جينات، هي بتبقى جينات. منكم لله. جبت رجل اخويا جوني لهبل معاكم، خليتوه يخون بلده. جوني ماله من الموضوع ده اصلا؟ اعملهم علي يا اخوي، اعملهم. وعدتكم فاكر ان حركات الدواسيس دي هتخيل علي؟ لا، ده اني خابرك من اول يوم شفتك فيه، وما ارتاحش غير لما الف حبل المشنقه حول رقبتك. يا كبير انا مش فاهم منك ولا كلمه. ابوس ايدك بقى، اكلم سيدي محسن بيه ده، خلينا نخلص. ارمي السلاح اللي في ايدك ده بسرعه. الله يخرب بيتك، ايه اللي انت بتعببه ده؟ بخاف مش محسن بيه، وانا تخوه لايدي حركات بس. قلت لك ارمي السلاح اللي في ايدك ده بسرعه. وبعدين ايه اللي انت ماسكاه ده يا مدام؟ مقروطه؟ لا، ده مسدس حريمي عليه نكشه التنين. انا وبلا فخر قبضت لك عليه متلبس، هو وراس الافعى، هتلقاه هنا في الويب كام. فكوا يا نادين، انت متنح ليه يا نادين؟ بقول لك فكوا، مش عايزين مشاكل. ربنا ما يجيبش مشاكل يا باشا، ما خلاص التعلب وقع. طب ما تاخدوه كده ليزوغ. متشكر جدا يا فندم، انا كنت هموت. المهم انك كويس. تقريبا. انا بعتذر لك بالنيابه عن المخابرات المصريه. كيف يا محسن بيه تعتذر له؟ ده مذنب ويستحق الجزاء. ايه ده؟ ومحسن بيطلع معاهم ولا ايه؟ بس يا تصرفت من دماغك يا كبير، ودي غلطه. كنت ممكن تموت الراجل ده وتودينا كلنا في داهيه. انا قلت لك قبل كده، الراجل ده طلع نضيف وما عليهوش اي حاجه، وجيت هنا عشان الحاج. نضيف ايه؟ ده بيعمل ابحاث على السي اي اي. سي اف اي. سي اف اي. شايف البجاحه؟ شايف؟ والله انت ليك طله وكاريزما، هعترف. ها طلت ايه ونيلت ايه؟ بيقول لك سي ايه؟ سي اف اي. سي اف اي دي ايه دي؟ دبلومه في المحاسبه. طلعت دبلومه. طيب بما تفسر الصور اللي كنت بتصورها، بصور الناس في اوضاع مريبه ويصور اماكن غريبه. اماكن غريبه ايه ومريبه ايه؟ الحاجات دي كلها استعملتها في البحث، والبحث ده كان لازم اسلمه عشان اخد الشهاده. طيب يعني بتذاكر يعني؟ ما تقول لي، قول لي يعني بذاكر. كنت اعمل لك بايديا دول سندوتشين حلاوه، ولا خلي البنت هديه تعمل لك شاي بربري. انا قلت لك يا كبير، قلت لك ان انا بعمل بحث على علاقه راس المال بين المؤسسه والفرد. خلاص يا جماعه، خلاص، انتوا اهل وعايشين في بيت واحد. يا كبير بأمرني. انت لازم تعتذر للاخ توماس، ودلوقتي تعتذر لتوماس وهو يقبل اعتذارك. الراجل ده لو راح السفاره هيبقى فيه مشاكل كبيره قوي، وهيبقى موقفك كمان وحش. ولازم دلوقتي يعني عشان خاطري. اذا كان ولا بد يعني
اسف. خلاص اعتذرت. بس انت بهدلتني قوي يا كبير. ما خلاص يا انت هتسوق فيها. انت مش زعلان يا توماس؟ يا فندم مش زعلان. مش زعلان. وانت يا كبير تاني مره ما تتصرفش من دماغك. وانا عملت كده ليه؟ ما النيه ايه؟ قلبي وكلني على البلد. انا عارف يا كبير. ودلوقتي فوتوكوا بعافيه. وحد يقول للراجل ده يصحى ويقوم يروح. يروح يروح. السلام عليكم. محسن بيه. اموري الجماعه في حاجه؟ لو ما كانش فيها رزاله يعني ممكن ناخد صوره مع حضرتك؟ لا لا انا ما بتصورش. امانه امانه حن عليك ناخد صوره واحده للفيسبوك. انا مش ممكن اظهر على الفيسبوك. ليه ده؟ احنا ليميتد بروفايل ما حد حيشوف حاجه يعني. احنا بس والدوار. حن عليك. تمام ما فيش مشكله. امسك امسك يا امسك يا توماس امسك. خد الموبايل ده صوره. شيل الزباله بتاعتك دي. شيل. سلام. معلش يا استاذ نادين. ها هنصور الصوره دي وبعدين انتوا تصوروا معانا. انا هنصور فين؟ تعالى يا استاذ. ضموا بقى على بعض شوي. امسك يا بنت.